100 يوم من الحرب مرت على أهالي غزة وكأنها 100 عام. أحياء ومبان تحولت إلى ركام، ومخيمات جديدة ولدت داخل القطاع. أطفال تيتموا، وأسر كاملة مسحت بياناتها من السجل المدني. يوم 7 أكتوبر عام 2023، استيقظ العالم على هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، لتعلن إسرائيل بدء عملية عسكرية أطلقت عليها السيوف الحديدية. المرحلة الأولى بدأت بقصف جوي مكثف على أحياء غزة، ثم المرحلة الثانية وهي التوغل البري بالآليات والدبابات مع استمرار الغارات، وأخيراً المرحلة الثالثة المرتقبة التي أعلن الإسرائيليون أنها تهدف لشن هجمات جوية دقيقة. مئة يوم انعكست على من نجا من الفلسطينيين في غزة نزوحاً وتشرداً ونقصاً في أبسط مقومات الحياة. فالحرب أدت لنزوح 1,900,000 شخص من منازلهم بحسب الأمم المتحدة، أي 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2,400,000 نسمة. أما الضحايا ف23,000 قتيل أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو 60,000 جريح بحسب وزارة الصحة في غزة. أبويا كان عالدوار رايح يجيب ملح وخميرة، وهو ماشي في طريق حسبنا الله ونعم الوكيل عليها، إجت الطلع وقصف الدار، عاد أبوي استشهد فيها، وأخويا عاد تصاب في رجله. كان أبوي بيعني لي كثير في حياتي، هو كان سند وعزوتي، كان هو يجي على المدرسة يسأل عني يعطيني مصروف، كان لما قبل ما أنام يغني لي ويخليني ويحضني قبل ما أنام.